استقبال الحجاج، استقبال ضيوف الملك، ضيوف الرحمن، إن خادم الحرمين الشريفين قد خصص لأصحاب الفواحش الخاصة كل التيسير والتذليل للعواقب حتى يصلوا إلى بيت الله الحرام. وها هو أحد منتسبي الوزارة يسقي أحد الحجاج ماء زمزم. صورة معبرة يصعب على الإنسان العادي وصفها. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي تي في.